استاذ حسام، اليوم لجان عمل مشتركة سورية روسية، كان في اختصاصات من الجانب الروسي وكان في اختصاصات متنوعة أيضا من الجانب السوري لمتابعة كثير من الأمور التقنية والتفصيلية، طرحت بمؤتمر اللاجئين واليوم على الأرض عم ينشغل عليها. هل تعتقد خلال هذه الفترة الزمنية التي مرت نتائج هذا العمل كانت منطقية واقعية تلبي طموح الشارع السوري إذا كان في الداخل أو في الخارج؟ يعني بالتأكيد تلبي طموح الشعب السوري في الداخل والخارج؟ لا، لكن هناك أسباب لعدم تلبية هذا الطموح. بداية، نحن في الغوطة الشرقية منذ عام إلى اليوم عن أكثر من 50,000 لاجئ إلى الغوطة الشرقية، وكانوا متوزعين بين الأردن وتركيا ولبنان، وأيضا عدد مئات المهجرين أو النازحين داخليا، مئات الآلاف عادوا إلى مدنهم وقراهم في الغوطة الشرقية وفي غيرها وفي حتى الغوطة الغربية. إذا الموضوع العودة الآمنة نحن نستطيع أن نضمنه من خلال من عاد، يعني الضمانة قبل أن تكون يعني الحليف الروسي أو الدولة السورية، هي الإجراءات التي تبنى على الأرض. يعني العودة كانت آمنة 100%، لم يتعرض أحد لهؤلاء، حتى من لا يملك أوراق ثبوتية كان هناك عند الدولة السورية وعند وزارة الداخلية السورية مكاتب في على الحدود يعني إعطائهم كل الوثائق التي تلزم، حل المواضيع الأمنية وغيرها على الحدود. إذا عندما يدخل اللاجئ إلى سوريا يكون الوضع يعني سليم له 100%. اليوم لدينا المعطيات التي تمنع عودة اللاجئين هي استمرار الغرب، يعني المشكلة ليست عند سوريا وليست عند روسيا، المشكلة في أن الغرب لا يزال يريد لهذه المأساة الإنسانية أن تبقى وأن تكون ورقة ضغط ضد سوريا، لا يريدون حلها. الأوروبي اليوم عندما يدفع للتركي خلال عامين أكثر من 7 مليارات يورو لإبقاء اللاجئين، الأولى كان بالأوروبي أن يقوم برفع الحصار عن سوريا، لا نقول نريد مساعدات، لكن رفع الحصار عن سوريا وعودة اللاجئين. إذا كل المعطيات اليوم تعطينا أمل في العودة. العودة ستكون كما تحدث الدكتور الظاهر، يعني يجب أن تكون حل شامل لعودة اللاجئين، منها رفع الحصار، رفع المعاناة عن السوريين. أما بالنسبة للدولة السورية قامت بكل ما عليها أو بجزء كبير مما عليها لعودة اللاجئين والنازحين، ومن خلال ما شاهدناه في المناطق المحررة من ترميم المدارس، من إزالة الأنقاض، من تقديم الخدمات رغم الحصار. يعني نحن عندما نتحدث اليوم عن أي عمل خدمي تقوم به الدولة السورية نتحدث عن حصار خانق، حتى على رغيف الخبز، وصل إلى رغيف الخبز، وصل إلى الوقود، وصل إلى كل مفاصل الحياة للشعب السوري. إذا أي إنجاز نقوم به هو إنجاز كبير جدا في هذه الظروف. لذلك اليوم على الدول الغربية، على أمريكا التي تحتجز مئات الآلاف في مخيم الركبان، في مخيم الهول، في الباغوس، تحتجزهم وتمنعهم من العودة إلى مدنهم وقراهم، عليهم هؤلاء لكن السؤال الأكبر أستاذ حسام، أنه كيف يمكن أن تقنع هؤلاء بالعودة في ظل وضع اقتصادي صعب يعيشه حتى من بقي في الداخل؟ وهذا سؤال ملح أنا برجع بطرحه على ضيوفي من دمشق السوري.